الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله تعالى تهن كافي نبي محمد نبي كافي أجمع إسلام أجمع كافي كتاب القرآن فالدمان كافي مذهب كامي أهل السنة أجرا كامي سمت الضرر أملا كامي الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سهبت نبي إيدنا كامي نما نبيك جنت أنا كامي فرع علماء فنوتا كامي أمة إسلام صدر كامي الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله بارك يا يجور كامي برصالة وفنوتا كامي فنجور تهن كامي إنك آخرة ولا كامي الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله إندونيسيا جوارك كامي إندونيسيا جنتم هدي كامي إندونيسيا هرق ديري kami akan kubela sampai mati Allahu kami ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله إندونيسيا كبنغاءن كامي إندونيسيا كبنغاءن كامي إندونيسيا tanah air kami akan kubela sampai mati Allahu kami ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله برسالة بنغاء إندونيسيا kami semua cinta Indonesia ayo bang Wahai Indonesia sekali merdeka tetap merdeka Allahu kami ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله hidup rukun bangsa Indonesia kami selalu bangsa Indonesia ayo berjuang untuk Indonesia sekali merdeka tetap merdeka Allahu kami ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله يا الله جاغ نجري كامي dari مكر dan musuh kami terimalah semboyan kami NKRI harga mati Allahu kami ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله يا الله جاغ نجري كامي dari مكر dan musuh kami terimalah semboyan kami NKRI harga mati Allahu kami ربنا الكافي قصدنا الكافي
kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. صلى الله عليه تشرف بكتابته القلم والقر وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع بهذه الصورة. صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج العبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله فقبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اغتصيت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها فضمته الأشياء بمعونة الله محافظة على الحق هذه الدرة وصونها. صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه ألما ولا عملا. صلى الله عليه وشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاط فضله وتنتشر في آثارهم مجدي الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ على قدره هذه الضرورة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهال صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزي متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزي صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفافسيه العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتد في حملها بغلام صلى الله عليه البركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متطمقة بعطر الفرح بملاقة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهر بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسطا في العالم الكبير مائدة التشريق وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu Ya Rasul wajahmu Ya Rasulullah Ya Habibullah kami rindu padamu Ya Rasulullah Ya Habibullah terimalah kami sebagai umatmu Ya Rasulullah, Ya Habibullah Kurniakanlah syafaatmu Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ألنكه إندهنيا هدوب إني Andai dapat ku tatap wajahmu Kan pasti mengalir air mataku Karena banjaran ketenanganmu Ya Rasulullah, Ya Habibullah Tak pernah ku tatap wajahmu Ya Rasulullah Ya Habibullah kami rindu padamu Ya Rasulullah Ya Habibullah
ربي صلي عليه وسلي اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلي وسلم دائما آل حمدا صلي وسلم دائما آل حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب
orang tua cari pengajian. Ingatnya tadi malam kau pacaran budak soto ngaji doa bonceng mimpi.